نعم حازم، يعني في هذه الأثناء ونظرا إلى أن وسط مدينة غزة يعيش في هذه اللحظات فقط ربما هدوء نسبي وحذر، نقتنص هذه الفرصة لكي نحاور ونتحدث مع عدد من المسعفين الذين لكل واحد منهم معاناة خاصة ولكل واحد منهم قصة إنسانية خاصة، من حيث أن منهم من لم يغادر مجمع الشفاء الطبي وهو على رأس عمله منذ أن بدأ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في قبل 11 عام، بما أننا دخلنا إلى اليوم 11. نتحدث عن معاناة وقصص يعني تحدثوا لنا فيها في أكثر من مرة، ولكن هذه المرة نريد أن ننقلها من خلال شاشة الغد ومعاناة هؤلاء المسعفين. نبدأ مع المسعف الأول، يعني يعطيكم ألف عافية على هذه الجهود. الله يعافيك. يعني بنتحدث عن مشاهد قاسية نشاهدها بعد وصولها إلى المستشفى من خلال الشاشات، ولكن أنتم كمسعفين حدثونا عن معاناتكم، المشاهد اللي بتشوفوها للأطفال للنساء خصوصا اللي بيكونوا موجودين ويبقوا تحت الأنقاض حتى وصولكم. صحيح، إحنا أول ما نتحرك للمكان طبعا بيكون أغلب المشاهد منازل مهدمة على رؤوس ساكنيها، فهذا بتطلب منا وقت كبير في حالات الإخلاء والنقل. طبعا معاناة في الميدان وانت بتطلع الناس ومستغيثوا تحت الانقاض، لما نطلع الحالات اغلبها اطفال اشلاء ممزقة، يعني مشاهد يقشعر لها الابدان للامان، يعني فبتكون مشاهد يعني مؤثرة جدا، ولكن طبيعة عملنا بتحسنا انه احنا نتماسك في الميدان حفاظا انه اكمل انا عملي واقدر انقذ يعني واحد واثنين وثلاثة، يعني ما انهارش في الحدث الموجود، ولكن الانسان الطبيعي المشاهد هذه بتأثر فيه نفسيا بشكل كبير. يعني طيب، يعني انت بعتقد انه انت سكان في منطقة حدثت فيها غارات كما كل المناطق في قطاع غزة، لما بتشاهد هذه المناظر والقصف موجود في كل مناطق قطاع غزة، شو اللي بتبادر لذهنك لعائلتك لأسرتك وانت ما روحت على البيت من بداية التصعيد حتى هذا اليوم؟ صحيح، واحنا موجودين يعني في مكان عملنا، احنا يعني المشاهد اللي بنشوفها بنتذكر فيها يعني لا سمح الله انه تصيب اهلنا واولادنا، يعني الواحد في مشاهد يعني بتذكر فيها، مثلا مشاهد شفتها انا الاطفال بقول ممكن انا اولادي يكونوا مكان هدول الاطفال، يعني مشاهد قاسيه، والعدو بيرحمش حدا، يعني ما فيش بنك الاهداف اللي موجود عنده هو الاطفال والنساء والشيوخ، اغلب الاحالات اللي طلعناها اطفال ونساء وشيوخ، يعني اطفال جثث ممزقه، يعني أشياء يعني صعبة جدا للأمانة.